المنتجات الاجتماعية الأخرى. نشكر فرحنا بالسكن السكن الاجتماعي، واليوم صح جزائر جديده اليوم، وربي يحفظ الرئيس وربي يحفظ ان شاء الله اللي ساهموا في هذا اليوم. اليوم العيد صح، اليوم عيد المجاهدين، ربي يرحمهم وربي يحفظهم ان شاء الله. واليوم اليوم صحنا اليوم رانا نهضروا صح باللي انا صح رانا ولات المجاهدين صح. اليوم الدم الاحمر اليوم صاحبان، وربي يحفظكم ان شاء الله، وربي يحفظ ان شاء الله السيد الرئيس وكاع لي جيران ان شاء الله من قريب بعيد ان شاء الله. ربي يرضى عليهم ان شاء الله رب العالمين، الله يعطينا ما يتمناه ان شاء الله. ربي يعمر بيوتهم ويجيبهم، ربي يحفظ وليداتهم، ورب العالمين الله غالب ان مكفوفين. الواحد كما قال واحد رانا قدام سنه الواحد راه يجري، ونيوم كي صاب رب العالمين وحنوا عينا شرهنا قلوبنا، وهذا هو السكن الاجتماعي. اجل سوف ان شاء الله تستفيد جرائح اخرى من مختلف البرامج التي هي في طور الإنجاز من سكنات ريفية وسكنات اجتماعية وخاصة وتجزئات اجتماعية. إذن ما عليهم إلا أن يصبروا معنا إن شاء الله، ما بقاش قد اللي فات. ونقول مرة ثانية ربي يحفظ بلادنا وربي يحفظ ولايتنا، وربي إن شاء الله يبعد بلادنا من كل يحفظها من كل سوء أو مكروه أو أذى. وباسمكم جميعا نشكر أيضا السيد المدير العام للسكن، ممثل السيد وزير السكن والعمران والمدينة الذي حضر معنا ليشاركنا فرحتنا وفرحة عائلاتنا. المجهود متواصل من أجل تسييد على أرض الواقع هذا البرنامج الضخم، وكذلك من أجل تحسين الإطار المعيشي لساكنتنا عبر كل ولايات الوطن. المجهود متواصل كما قلت لتوفير سكن لائق. السكنات هذه كما تعلمون كذلك هي في مدمجة، هي سكنات أنجزت ضمن أحياء سكنية مدمجة تشتمل على كل التجهيزات الضرورية، ونعمل كذلك من أجل إنشاء هذه الوحدات العمرانية المتجانسة لكي نضع الساكنة في أريحية، وكذلك لنرقى إلى طموحات كل المواطن الجزائري إن شاء الله.